ان انا يعني قعدت 14 سنه بصراحه بكافح ان انا I want to prove so hard ان انا I'm cool I'm بس انك حطيتي بس انا حطيت ان انت فعلا الناس بتحكم عليك يعني انت مجرد ان انت لابسه كده يعني انا ساعات مثلا اكون برا وبعدين حد يكون محتاج هيلب فانا I approach them and I'm like excuse me do you need help and then they're like oh you speak English طب انت ايه يعني ايوه exactly يعني why did you assume that I don't speak English بس عشان بشكل عربي معقول وصلنا ل 2020 هلا منال وبعد في هيدا العقليه يمكن بس انا ممكن احكي لك اللي بيحصل لي برا يعني لانه لازم العالم تعرف وتوعى بالعكس يعني حتى ببلاد برا اذا لابسه هيدا لابسه الحجاب او المراه محجبه وغيره العالم كلها بتحترمها وما بتطلع فيها بنظره يمكن دونية يمكن او غير فشو المواقف اللي صارت معك بصي انا هذكر لك موقفين يعني the most recent واحد حصل لي في نيويورك واحد حصل لي في امستردام وده في 2019 يعني دي اخر مرتين انا كنت يعني سوبر فريش بصي اخر مره لما انا كنت في نيويورك بس يعني قبل ما احكي انا بس عايزه استرس على انا بعشق امريكا يعني انا لما بروح هناك it's I love Americans I love the states يعني it's the best time of my life لما بروح هناك you know فانا وانا ببقى رايحه خايفه ولا مشدوده ولا عصبيه ولا متوتره بالعكس عادي جدا you know عندي الفيزا بتاعتي يعني انا I didn't do anything wrong عشان ابقى داخله خايفه عارفه ففي مره وانا متمشيه في الشارع في نيويورك بس خبطت في واحده امريكيه انا خبطت وكنت لابسه بوتس وتقريبا يعني I just stepped on her foot انا سمعت زعيق وبهدله في الشارع يعني بصراحه بصي سيبك من انه كان قله ادب بس هو كان الموقف كان محرج جدا على اساس ان انت كل الناس بتبتدي تبص فانت برده مش عايزه تلفتي نظر يعني انت مش عارفه تلفتي نظر اوريدي انت محجبه والناس كده كده بتبص لك ففي الاخر راحت قالت لي take that thing off your head maybe it will help you see better فانا اللي هو يعني اخلال عراسك عشان تعرفي تشوفي طب يعني مين اللي علمهم كده وليه فاهمة قصدي انا بحس الموضوع ده بيبقى جارح يعني انت فاهمة ازاي ما في اي انسانية ما فيش يعني انسانية it's really embarrassing plus ان رجعية بقى عارفة طبعا طبعا 100% فبعدين يعني طبعا في يعني راجلين هم عشان to save the قالوا لي لا هي بس تلاقيها she's bitter وعايشة مع القطط بتاعتها وعايزين you know to just lighten up the situation فده كان موقف وانا حسيت ان فعلا احنا لسه يعني فاضلنا كتير قوي عبال ما نوصل الصورة الصح عننا فلو هي فعلا بتربط ان انا مش ما بصتش عشان الحجاب اللي هو معلش يعني بتعرفي مش الغلط من الاشخاص المحجبين او فئه من العالم لتوصل لهذه الفئه نحن غلط بعتقد هن ثقافتهم لازم يطلعوا بثقافه الاديان الاخرى مزبوط ليعرفوا هيدا دين وكيف بيمشي يعني بعتقد دور كتير اشخاص هذا يعني دور ما بيقتصر على الافراد فقط على الاعلام حتى تسليط الضوء على هاي الامور خلص يعني حتى على الكتابات الادب كله لازم يتجه بطريقة عصرية بتفكير عصري حتى أنا شايفة أن ده دور الإعلام أن إحنا يعني نكتر من زي اللي أنتوا بتعملوه يعني عشان بحيث أن إحنا يعني نوصل الصورة الصح لأن أنا I think أن for the longest time الصورة كانت متوصلة بشكل غلط تماما عارفة زي كل مشكلة تحصل يقولك مسلم terrorist طب هو منين مسلم ومنين terrorist يعني هو it's just a terrorist it's a terrorist يعني هذا اختيار الشخص يعني بالضبط وبعدين بلس ان عامه تيرزم هاز نو ريليجن طبعا دي الحاجه اللي احنا لازم نوصلها تاني موقف في امستردام في نيدرلاندز برضو يعني عايزه تخليني اخلع الجاكيت وانا داخله فانا بقول لها ان انا مش لابسه حاجه من تحت الجاكيت فاي كانت تيك اوف ذا جاكيت يو نو فهي اصرت لازم اقلع الجاكيت فقلت لها طب انا ممكن اروح برايفت روم وبعدين كنت بالمطار كنت في المطار بالضبط في المطار فهما المشكله ان هما يعني لا هي مصممه ان اقلع جاكيت طب تيك مي تو ا برايفت روم عشان اقلع جاكيت عشان ذس از حجاب تفتيش بالظبط سو طبعا بقى عارفه احنا بالمصري بنسميها برطمه مش عارفه انتوا بتسموها ايه بال عارفه مش تحكي مع مع نفسها بالداتش انا ام لايك لوك يعني يو جست نيد تو اندرستاند ذات وي ار كونسرفاتيف وي دونت ريموف اور كلوز ان بابليك and if you don't know this then the world is a really sad place انا بقول لها كده فحتقيتي the world is a sad place because of Muslims to my face فانا بصراحه يعني I had one of two choices اما امرقها
وتفضل تتكرر مع الاذر مسلم باسنجرز. اما اوقفها انا ام لايك اوكي، قلت لها انا اخترت الثاني حاجه، قلت لها لوك ام سوري وي نيد تو ميت يور مانجر او يور سوبرفايزر انا ام نوت ليفينج يو نو، بكل هدوء. هي دي الفكره بقى يا مراي، ان انت تثبتي ان انت يو ار تولرنت بادب بذوق، يعني تخجليهم انت اللي تربيهم بادبك و the way that you handle this.